العلماء احتاروا جدا في سبب العداوة الغريبة بين الأسود وباقي المفترسات. يعني لو هنتكلم عن الفهود مثلا، فالفهود مش بتتنافس مع الأسود على الأكل بتاعهم. الأسود بتفضل تستهدف الحيوانات ثقيلة الوزن زي الجواميس مثلا، وده عشان يعرفوا ياكلوا براحتهم ويشبعوا. أما الفهد فبيركز على أي حاجة وزنها خفيف زي الغزلان والأرانب مثلا، ولكن بيظل برضو الفهود بتاكل من حصيلة الأكل المتاحة في منطقة الأسود. يعني أنا لو أسد وتلكت فيها فراخ ولحمة مثلا، إيه اللي يخليني أسيب حد ياكل الفراخ ويسيب لي اللحمة؟ ما يمكن في يوم أجوع واحتاج أكلها. يعني الموضوع باختصار ممكن يكون أنانية ورغبة في السيطرة مش أكتر.